قامت كاميرا نورسات في وقت سابق بزيارة كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في مدينة مادبا المعروفة باسم كنيسة الخارطة، وهي كنيسة رومانية أرثوذكسية وتعد من أهم وأقدم الكنائس في المنطقة. المزيد في التقرير التالي. تقع على الخط البري الممتد لمسافة 30 كيلومتراً بين العاصمة عمان ومدينة مادبا مجموعة من المواقع الدينية القديمة، لكن أبرز هذه المواقع تتركز في مدينة مادبا التي يطلق عليها في الوقت الحاضر مدينة الفسيفساء. وقد جاءت هذه التسمية لاحتضان المدينة لخارطة فسيفسائية نادرة موجودة في كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس. ويقول راعي الكنيسة الأب نقول البلة في لقاء مع نورسات الأردن إن هذه الخارطة المعروفة لدى العالم أجمع تشمل بلاد الشام عامة بما فيها القدس والأراضي المقدسة، وقد تم اعتمادها باليونيسف وفي مجامع السلام العالمية كوثيقة رسمية تجسد تاريخ المسيحية في المنطقة. الفسيفساء عثر عليها أحد الرهبان وتوجه إلى القدس عندما رأى هذه الخارطة الجميلة، خارطة تقريبا تسمى بالميدل إيست أو خارطة بلاد الشام ومصر. وهذه الخارطة اليوم هي خارطة اعتمدت من اليونيسف كوثيقة رسمية، وقد اعتمدت أيضا في مجامع السلام العالمية، وقد ثبتت هذه الخارطة أراضي مصر لمصر ما بين اليهود والعرب. فالخارطة نسبة النجاح فيها والأكريت أو الدقة فيها 99%. وبالعودة إلى كنيسة القديس جوارجيوس أو كنيسة الخارطة التي تعد من أهم وأقدم كنائس مادبا، فهي كنيسة رومانية أرثوذكسية تم بناؤها عام 1896 على بقايا كنيسة بيزنطية تعود إلى القرن السادس الميلادي، يرتادها الزوار والسياح من كل بلدان العالم، وهي كنيسة عامرة تقام فيها الصلوات والقداديس وأغلب المناسبات في كل وقت. الكنيسة الآن عاملة ولا تزال نصلي فيها بكل يوم أحد وجمعة، يقام فيها الأكاليل والعزيات والعماميد وكل ما يتطرق إليه، ولكن الكنيسة أيضا أبوابها مفتوحة للزيارة، السياحة الداخلية والسياحة العالمية، فيأتينا من كل أطواف العالم لزيارة هذا الموقع الجميل المهم بمفهوم المسيحية على خارطة الأرض الموجودة في الكنيسة. ويؤكد الأب نقولة أن مدينة مادبا الواقعة في إقليم وسط المملكة عريقة بتاريخها وأصيلة بأهلها مسلمين ومسيحيين، وأن سكانها الذين يغلب عليهم الطابع المسيحي هم مزيج من مسيحيي المملكة الذين فضلوا الإقامة فيها لطبيعتها الرائعة ومعالمها الجميلة ونسيجها الاجتماعي الفريد. الرعية
في مادبا متكونة من كل أطياف هذا البلد، معظمهم جاءوا من الكرك ومنهم أيضا من الصلب، والآن في مادبا من كل شتات الأردن حسب حاجة الإنسان وقربه لعمله. أبناؤنا المؤمنين في مادبا الأرثوذكسيين أو المسيحيين عامة ما يقارب حوالي 20,000 نسمة، النصف منهم أرثوذكسة في مادبا، يدعمون مدارسنا، يدعمونا، وبيننا خلطة جيدة ما بيننا وبين أخوتنا الآخرين الإسلاميين في مادبا، نقوم بزياراتهم ويجبرهم بزيارتنا في الأعياد وغير الأعياد وفي الأفراح والأطراح. والحمد لله مادبا كباقي الأردن تحت النعيم الهاشمي الذي هو الاستقرار والمحبة والعطاء، الوطن للجميع والله لكل من يؤمن به.